أي أن هناك قتلى بشكل مستمر من قبل القوات التركية وحلفائها، وعدد قتل القوات التركية فاق 20 قتيلا من جنود القوات التركية حتى اللحظة، بالإضافة لوجود خسائر بشرية في صفوف المعارضة الموالية لتركيا، المعارضة السورية الموالية لتركيا. طبعا حتى اللحظة 15 قرية بلدة فقط هو ما سيطرت عليه تركيا في منطقة عفرين. إذا ما قسنا وتحدثنا عن العملية العسكرية هذا لا يقاس إطلاقا، لا يعتبر تقدم من القوات التركية في تلك المنطقة. لكن سأنتقل بك الآن ليس إلى أدلب، ونعود إلى أدلب، إلى الغوطة الشرقية، ما لا يقول عن 23 شهيدا مدنيا ونحو 100 جريح بقصف من قبل الطائرات النظام الحربية على الغوطة الشرقية، عدة مدن وبلدات في الغوطة الشرقية، مجازر مستمرة في الغوطة الشرقية، ولا يزال المجتمع الدولي يتحدث عن استخدام غازات هنا وهنالك، كأن فقط الغازات هي التي محرمة، والقتل بصواريخ الطائرات الحربية هو محلل، القصف على الأسواق شعبية، قصف على مدارس، قصف على مشافي، كل ذلك لا يعني شيء، يعني فقط إذا استخدم النظام غاز كلورين هو فقط المحرم لدى المجتمع الدولي. إدلب أيضا غارات مكثفة اليوم استهدفت مناطق في إدلب، سراقب، معرة النعمان، كفرنبيل، استهدفت مشافي، مدارس في عدة مناطق في إدلب، أي أن الروس يرتقبون من إسقاط الطائرة الروسية بتدمير كل شيء في إدلب. نعم، تصريحات الروس أو الكرملين تحديدا بأن هناك منظومات دفاع جوية استخدمت في موضوع إسقاط الطائرة، وأن ترجح بأن هذه المنظومة تمثل أو تشكل خطرا هائلا على كل الحكومات. كيف تفهمون هذه التصريحات؟ هل بالفعل هذه المنظومة وقعت أو هذه الصواريخ استخدمت أو وقعت في أيدي من تسميهم موسكو بالإرهابيين، وتقصد بها المعارضة السورية أو جزء من المعارضة السورية المسلحة؟ نعم طبعا، قضية استخدام صواريخ مضادة للطيران أعلناها، وقلت أنا يوم إسقاط الطائرة عبر شاشتكم بأن هناك الطائرة أسقطت بصاروخ مضاد للطيران. يجب أن تسأل موسكو هل هذا الصاروخ جاء من تركيا لفصيل مدعوم من تركيا. هم جبهة أو هيئة تحرير الشام تبنت العملية، من أسقط الطائرة ليست هيئة تحرير الشام، فال يعني يكون جريء الطرف الذي أسقط الطائرة ويعلن بأنه هو الذي أسقط الطائرة الروسية التي كانت تقصف شارك بالعمليات العسكرية بقتل وتهجير المدنيين في إدلب. نعم، ماذا عن ربما الصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة عن عمليات التمثيل بجثامين المقاتلين الأكراد، هل من ردود فعل على هذه الصور؟ هي عمليات مستمرة، ردود الفعل من قبل المعارضة السورية بدلا من أن تندد بهذه الجريمة كانت ردود الفعل على بحق الإنسانية من قبل معارضين سوريين يدعون بأنهم يعملون من أجل الديمقراطية. ليس فقط بارين كوباني هي التي تم التمثيل بجسمانها، بارين كوباني في الفيديو فضح عملية التمثيل، لا يوجد أي أثير من القوات الكردية لدى الفصائل المقاتلة إلا ويقولون بأنه خنزير كردي، وهذا الذي يؤجج الصراع العربي الكردي، وليس المنظمة السوري لحقوق الإنسان الذي يكشف الجرائم في سبيل أن تتوقف هذه الجرائم بحق أبناء الشعب السوري من كافة العرقيات والطوائف والأديان. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن، مدير مرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري.